البداية دايما بتكون بأهم العناوين. طوارئ في الأهلي استعدادا لإقرار دستور النادي. الخطيب: ثقتي بلا حدود في إقبال تاريخي، فكلنا نخاف على الكيان العظيم. طارق أنديل: لائحة الأهلي تعالج قصور استرشادية. الفريق الأول في بيروت استعدادا لمواجهة النجمة في البطولة العربية. محمد يوسف ينفي العروض الأوروبية لصلاح محسن. اتحاد الكرة بيتعاقد على 3 أنظمة تقنية فيديو. محمد صلاح أول عربي وأفريقي يفوز بجائزة بوشكش.